السلام عليكم ورحمة الله، موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. دعا الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة أحمد سالم البحبيني السلطات الموريتانية إلى احترام القانون وحقوق الإنسان، محذرا من ممارسة التمييز بين المواطنين والتعامل غير اللائق بهم. جاء تصريح البحبيني خلال مهرجان نظمه المنتدى في العاصمة نواكشوط، أعلن خلاله التضامن مع السكان إزاء ما سماها المعاناة جراء غلاء الأسعار. دعا الرئيس الدوري السابق لكتلة الوفاق الوطني محمد والبربص إلى حوار وطني شامل يخرج البلاد مما وصفه عنق الزجاجة الذي قال إنها تقبع فيه. وأضاف والبربص خلال لقاء في نواكشوط لانتقال الرئاسة الدورية للكتلة إلى حزب الجيل الجديد أنه يأمل أن تثمر اتصالات الأمين العام للرئاسة والرئيس الدوري للمنتدى في إذابة جليد الخلافات وتجاوزها وعقد حوار وطني شامل. تبنت جماعة أنصار الدين الهجوم المسلح على قاعدة تابعة للقوات الأممية في مدينة كيدال بالشمال المالي، والذي خلف 3 قتلى وتسبب في إصابة العشرات بجروح. وقالت جماعة أنصار الدين إن منفذ الهجوم موريتاني يدعى محمد عبد الله ولد حذيفة المعروف بالربيع الشنقيطي. واصل نادي تفراغ زينة تصدره للدوري الموريتاني بعد فوزه على نادي الحرس الوطني بهدفين مقابل هدف، كما نجح مطارده الوحيد نادي أبسين واليبو في الفوز على نادي الكدية بثلاثية نظيفة، ليبقى الفارق بين ناديين نقطة واحدة. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. الثالثة موجز إخباري بحول الله، دمتم في أمان الله.